السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الصلاة في منام المرأة الحامل. ترمز إقامة الصلاة في منام المرأة الحامل إلى إنجابها لمولود كامل وسليم ومعافى وخالي من الأمراض والعلل بإذن الله تعالى. في حال رأت الحامل في منامها بأن رجل يصلي في المسجد وسط جماعة من المصلين، فأن الرؤية تحمل بشارة لهذا الرجل بأنه سوف يحصل على خير كثير ورزقا وفير، أو أنه سيعتلي منصبا هاما ومرموقا. تفسير حلم الصلاة في المسجد للمرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تصلي داخل المسجد، فأن الرؤية تبشرها بأن فرج الله بات قريبا، وسوف تزول ألمها وأوجاعها وجميع المتاعب التي ترافقها بفترة الحمل. في حال كانت رؤية المرأة الحامل أنها تصلي وتدعو الله داخل المسجد، فسوف يستجاب دعائها بإذن الله تعالى، وسوف ترزق بجنس المولود الذي تطلبه من الله عز وجل سواء كان ذكرا أو أنثى. تفسير حلم الوضوء والصلاة للمرأة الحامل. رؤية الوضوء والصلاة للحامل إلى أن جميع أمور حملها ستكون سهلة، وسوف تضع مولودها دون أي مشاكل أو متاعب، وسوف تسير أمورها بشكل طبيعي. تفسير حلم صلاة الفجر للمرأة الحامل. تدل إقامة صلاة الفجر في منام الحامل على اقتراب موعد وضعها للمولود، والذي سيكون ميسرا من عند الله، وتكون ولادتها طبيعية وسهلة. أما عن رؤية سماع الحامل لصلاة الفجر في منامها خلال الشهور الحمل الأولى، فالرؤية تدل على أنها ستضع مولود أنثى. وإذا رأت الحامل أنها أقامت صلاة الفجر في المسجد، فأن الرؤية دلالة على أنها ستنجب طفلا سيكون من الذرية الصالحة والمطيعة والبرة بها. تفسير رؤية صلاة الظهر للمرأة الحامل. إذا حلمت المرأة الحامل بإقامة صلاة الظهر وكانت قد سألت الله وأقصرت من الدعاء، فأن الرؤية ترمز إلى وضعها لمولود ذكر، وإقامة صلاة الظهر فقط تبشرها بسهولة الحمل وفرق في أمور الولادة والوضع. تفسير رؤية صلاة العصر للحامل في المنام. رؤية المرأة الحامل في المنام بأنها تقيم صلاة العصر في المنزل، فهي تشير إلى زوال المتاعب وحل المشاكل ووضع نهاية للهموم والأحزان. وإذا رأت الحامل نفسها بأنها تصلي العصر مع مجموعة من الناس في المنام، فالرؤية تشير إلى سماعها الأخبار الجيدة والسعيدة. تفسير رؤية صلاة المغرب للحامل في المنام. إذا رأت أنها تقيم صلاة المغرب وهي تهتم بها وتريد أن تصليها، ولكنها انشغلت في بعض الأمور الصغيرة ولم تتمكن من أداء فريضتها، فأن الرؤية تدل على عدم مداومتها أو انتظامها في الصلاة، وعليها أن تنتبه لهذا الأمر، فأن الرؤية تذكير وتنبيه لها للمحافظة على أوقات صلواتها. تفسير رؤية صلاة العشاء للحامل. صلاة العشاء قبل موعد ولادتها، فأن الرؤية تبشرها بأن المولود بخير ويتمتع بوافر الصحة والعافية، وسوف ترزق بالكثير من الأرزاق وتنعم بالخيرات. صلاة الوتر للمرأة الحامل. صلاة الوتر ترمز إلى أنها تعيش حياة مستقرة وهادئة. صلاة الجمعة في منام الحامل. إذا رأت أنها تقيم صلاة الجمعة، دلالة على أنها ستنجب طفلا وسيكون صالحا ونافعا لها وبارا بها وبعائلته، خاصة إذا كانت الحامل تصلي صلاة الجمعة بين حشدا من النساء، وتقوم بها ببطء ودون عجلة، وتشير إلى صلاة الجمعة للحامل أيضا على استقرار وضعها الصحي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم ما نقدم من أحلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.